بالعافية بالعافية. نرجع لعنيزة وحبايبنا أبو محمد عنيزة. نبغى قصص عن الأولين وعنيزة وكيف تطورت عنيزة صراحة. هو يعني آسف أني قلت خدت بنات أختي أنا وعيالي وديتهم عنيزة وديتهم بريدة. أول ما دخلنا عنيزة طبعا هم على فكرهم يعني إن عنيزة مثلا مدينة صغيرة. أول ما دخل يو عندهم كذا عندك تريخوا من داخل مخيم لاجئين الله يجزاكم خير. هذه مدينة محافظة كبيرة والزينة يوم رأوا هالجمال قالوا قسم بالله والله إنهم انصدموا من هالتطور الرائع اللي نشوفه في القصيم كلها. الحمد لله والله عام يا أبو راشد. بالنسبة لعنيزة طبعا أنا الحمد لله كنا عارش مزرعة وعصرت أنا قبل الكهرباء. أنا عصرت عمك قبل الكهرباء المزرعة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كنا برا يعني على جهة جنوب عنيزة وشرق. ما شاء الله. وعشنا طبعا شوي جزء من الحياة. وكانت الأمور تعرف الطين وأمور صعب يعني مثل هالحين. والحمد لله من يوم اليوم اليوم درسنا وتعلمنا وجاء الكهرباء وجاء طول عمرك الجامعات والكليات وجاءت النهضة العام والجماعة المملكة ما وعنيزة الحمد لله. أخذت النصيبة والله الحمد والشكر. في أبو محمد يبغى يسأل كشغلنا يا أبو محمد. أسكال خلني أكل آيس كريم أنا تكفى. يوم يومك سادس ابتدائي وشلون صورته وشلون كان التصوير عندكم؟ شلون يعني؟ كنت سادس ابتدائي طبعا ايه شهادة. إلا عندنا واحد صبحي كان فلسطيني. في نفس في عنيزة. هي ايه. وجلس وكان هو المصور الوحيد عندنا يعني. تمام. وصور أخذنا طعم كعكوس على مقارع عكس اي روح عكس وصور وبعد هو تزوج من عنيزة ما شاء الله وراح للطائف آخر حياته يعني ما أدري الله إنه موجود بس عقب ما نجحت من السادس ودخلت في المعهد العلمي اي نعم نبي مدرسينك إن كان تذكرهم والله مدرسين الله يغفر لهم ويرحمهم أغلبهم توفوا من ضمنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه ما شاء الله درسك الشيخ 7 سنين بالمعهد ما شاء الله هنيئا لك والله هنيئا لك تشرف والله هذا غير طبعا لكن بالمعهد لكن نروح لم احنا للجامع لكن احنا منتظمين حدثنا عن الشيخ اجل لو شيء بسيط في تدريسه لكم كيف والله يا ابو راشد تعامله معكم ابو راشد يعني ما هو بنا استطيع او اي واحد يصف الشيخ او يتكلم عن الشيخ يا سلام لان الشيخ رحمه الله عليه يعني الشيخ يربي قبل ما يعلم رحمة الله عليه يا سلام تربية يعني حتى طلبته اللي كانوا منتظمين عنده مثل سير أكثر العلماء أول ما يجيها الطالب يربيه تربية قبل ما يتعلم إذا كان يصلح ومثل ينتظم يصبر على العلم ولا ما يحتاج ما فكنا طول عمرك رحمة الله عليه كان يعطيك عزيز يشوفك على خطأ مثل أحيانا إحنا إيه؟ شباب منا المسبل منا اللي مثل ما هو ذا واللي أكرمكم الله بعيد عنكم وعن مجازكم اللي مثل إيه؟ يسم فيه إيه؟ ما يجابهك بس شيء ذا على طول يعطيك مثل شيء طول عمرك يحوم أهمهم شيء يصل للهدف لأنه مجابهة الإنسان بخطأ هو شيء يمكن تزيده أحيانا ممتاز ممتاز شاب أي واحد بخطأ مثل خاصة الشباب لما تجابه بخطأ أو تعلمه عند الناس أو هيك على طول يمكن يزيده صرار أحيانا تأخذ العزة بالإثم ما شاء الله لكن هو رحمة الله عليه إذا منه حصل منه أي خطأ مثل مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا يا سلام يا سلام يتكلم حتى بخطب الجمعة ويعرف اللي حصل منه ما الخطأ أو أنه مثل بزواجات ولا غيره يجي يقول لك مثلا والله كذا وكذا ويحوم حول الموضوع المهم انه يفهم الله يجزاك خير يا ابو محمد احنا ما يكفينا معك حلقه ولا حلقتين والله يكفلكم عاد من عنيزه بعد والله ليشرف يا ابو راشد انا برجع قبل برجع لابو علي بس عندنا قصه في البر بس في اتصال